من جهه اخرى اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انه خلال الفتره من الرابع عشر حتى السابع عشر من يناير تم الافراج عن بضائع قيمتها 4.8 مليار دولار والموجود في موانئ مصر حاليا يقدر بنحو 5.3 مليار دولار فقط منها بضائع بقيمه 3 مليارات لم يقدم المستوردون اوراقها ولم ينتهوا من اجراءاتها ونوه إلى أنه تم الانتهاء من فكرة المتراكم في الموانئ وبدأنا نعود إلى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع إحنا من فترة من 14 يناير إلى 17 يناير أربع, أربع أيام أفرجنا وأنهينا إجراءات إفراج عن بضايع ب 4.8 من عشرة مليار دولار اللي موجود النهاردة على مواني مصر كلها البضايع اللي النهاردة وأنا بكلم حضراتكم وإحنا موجودين كل اللي موجود النهاردة خمسة وثلاثة من عشرة مليار دولار فقط منهم ثلاثة مليار لسه المستوردين ما خلصوش إجراءاتهم يعني ما قدموش أوراق من الأصل أو لسه بيخلصوا إجراءات وبالتالي معنى هذا الكلام إن إحنا الحمد لله خلاص تقريبا نقدر نقول أنهينا فكرة المتراكم اللي كان موجود في المواني وبدأنا النهاردة نعود إلى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع لان عمر ما هيبقى في اي يوم الرصيد صفر لان كل يوم بتخرج بضائع وبتدخل بضائع جديده